وفني تراكمت اعطينا عليه. اعطينا وصفه، اعطينا وصفه محمد. يعني انت لو قلنا لك خذ هذه ورقه خذ لنا فيها ثلاث اربع قرارات عشان نبغى نشوف. انت قاعد تنظر علينا الحين انت على الهواء، أبعطيك ورقه. اي طبعا ابغاك تتحمل مسؤوليه خمسه قرارات. أبسمح لك بخمس قرارات في الاتحاد، خذهم الان على الهواء يلا بدون تنظير كذا مباشر، قول حط فلان وخر فلان شيل فلان ابقي فلان، يلا اعطيني خمس قرارات تحمل مسؤوليه القدم. القرار الاول هو مباشره المدير التنفيذي البرتغالي لمهامه في نادي الاتحاد، واضح هذا خالص، هذا مباشر، هذا مباشر. اعطني خمسه قرارات محمد. الشيء الثاني مدرب كبير جدا ينضم الى قائمه نادي الاتحاد. طيب هذا القرار الاول. اثنين، القرار الثاني مدير رياضي ياتي اضافه للجانب الفني في محمد نادي انت الاتحاد. لسه قاعد تدور حول الحمى. لا لا اعطي. طيب اوكي مدير، اوكي مدير رياضي ومترجم وحق مساج وتغذيه، اعطني قرارات. ابغى قرارات ابو جود، ابغى الملعب. الملعب طيب اوكي. الجميع يتحدث الان عن مدرب زائد مدير رياضي. طيب الجميع يتكلم الان حول العالم على حضور مالديني. اعتقد انه واحد بهذا الاسم ياتي ليكون المسؤول الاول عن فريق كره القدم، هذه واحده من المشاكل الكثيره اللي حتنحل في نادي الاتحاد. طيب اثنين، لذلك مش فقط طبعا إدارة، لازم استقطاب إداري متمرس في نادي الاتحاد، إداري سعودي متمرس يكون حلقة الوصل بين مجلس الإدارة وبين فريق كرة القدم. الأمور حاليا عبارة عن رئيس ثلاثة. الأمور آخر أمر هو طبعا العدالة الكاملة بين اللاعبين. كلكم كذا، كلكم كذا يا محمد. خلنا أقول لك شيء، معلش تحملني شوي. تفضل. انتوا زي إدارة الاتحاد، يعني انتوا تقولوا إدارة الاتحاد ما تقدر تقرب من اللاعبين، ما حد يقدر يقرب من اللاعبين. انتوا تلوموا إدارة الاتحاد انها تجامل اللاعبين، حتى لما نعطيكم قرارات ما فيكم احد يبغى ياخذ قرار، يعني حتى لو كان افتراضي يعني ما فيكم احد يقدر ياخذ قرار فيما يخص لاعبين. يعني عندك اليوم مثلا روما، ليش ما في احد يتكلم يقول روما شكرا جزيلا ما قصرت توكل على الله، احنا في الاتحاد نبغى بديل روما، ليش ما حد يتكلم من اعلاميين الاتحاد بهالطريقه؟ ليش ما حد يتكلم عن كورادو؟ ليش ما حد يتكلم عن حمد الله؟ ليش ما حد يتكلم عن قروهي؟ ليش ما حد يستغرب ليش رجع حجازي؟ ليش كل الناس تلوم الاداره انها ليست جريئه، ولما نقول للاعلامي تكلم عن اللاعبين يبعد؟ بالله الان يعني باقي على الفتره الشتويه 10 مباريات، اجي الان اعمل شقاق واعمل فجوه بين اللاعبين؟ لا محمد انت 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 انا قاعد اقول لك افترض انك تاخذ خمس قرارات في الاتحاد، والله انا لو يقول لي احد تاخذ خمس قرارات في الاتحاد لاخذها الليله واغير واسوي، بس قاعدين افتراض. ولا واحد يمشي. لا ايش افتراض؟ افتراض. انت عندك لاعبين، ليش ما حد يتكلم عن اللاعبين في الاتحاد؟ حتى الاعلاميين، يعني ما حد يتجرأ يتكلم عن كورادو، ما حد يتجرأ يتكلم عن حمد الله، ما حد يتجرأ يتكلم عن روما، قروي، لهم تاريخ بس المرحلة الجاية تبغى تغيير. الثقة تطرح في جميع اللاعبين حتى الفترة الشتوية، ما أقدر أجي أقول والله أنت عبارة عن أسوأ لاعب موجود. طيب خلاص اسكتوا عن الإدارة. مش اسكتوا مش عن اليوم. الإدارة. طيب الآن في كل اللاعبين مهمين لمسيرة نادي الاتحاد في العشر مباريات، بس اسكتوا عن الإدارة. بعدها الإعلاميين، الإعلاميين مو قاعدين يسكتون على الإدارة، مو قاعدين يسكتون. لا لما نجي نقول لكم تقولون لا لازم نطرح الثقة عشان اللاعبين، أنتم ما تتركوا الإدارة. طيب اتركوها للشتوية، لا تقولوا لها شيء. طيب والأزمة اللي صارت هذه بصنع مين؟ أكيد إنه عمل إداري سيء وعمل فني سيء. طيب أعطينا طيب حلول. أعطينا 10 مباريات. سألناك كإعلامي محمد، سألناك كإعلامي، أعطينا حلول. قلت لي مدير رياضي ومنسق بين اللاعبين والمدير ومدير فن. وين التشكيلة؟ أنت قاعد تتكلم عن التشكيلة. مدرب قادم هو اللي حيكون مسؤول عنها، في مدرب قادم ويفترض إنه يعمل بالتنسيق مع مدير رياضي موجود. تاريخ اللاعبين هذولي في داخل نادي الاتحاد واللي عملوه الموسم الماضي خلى ما حد يقدر يتجرأ يتكلم عنهم بشكل مباشر؟ لا أبدا، أنا أقول لك إنه لازم يتغير كثير من اللاعبين، لكن في هذه اللحظة لو أنا مسؤول في نادي الاتحاد حقول كل اللاعبين مهمين وكل اللاعبين. لا لو المسؤول يبغى يسمع كلامك، لو المسؤول الحين بعدها بس اقول لك لو المسؤول بعدها حيكون في مدرب، لو المسؤول يبغى يستأنس برأي محمد الماس وش بيقول له؟ يعني تتخيل اني الان بجي اقول اربع لاعبين الان يخرجوا برا، خلينا نتكلم بشويه منطق. انا مثلا الكل يبغى لاعب افضل من كورنادو مثلا،
المستوى اللي قدمه كورنادو في اخر مباراه شيء اعجازي، بالذات الثنائيه اللي كانت مع بنزيما. يمشي ما يمشي هذا قرار المدرب القادم. انت ايش رايك؟ المدرب يفترض انه قادم. انت ايش رايك؟ يستحق الاتحاد افضل؟ أنا خصوصا في الفلوس يعني. مع الفلوس انا بالعكس مع انك تجيب لاعبين عالميين جدا. ممتاز. اوكي بدينا ناخذ خطوه انا وياك الحين. اوكي كورنادو يتبدل بلاعب افضل للمرحله الجايه. كل اللاعبين حتى اللاعبين اللي جاوا حتى خلينا ناخذهم واحد واحد بس لاعب افضل منه. خلينا ناخذهم واحد واحد. انت كورنادو حمد الله انت بادي تمشي معي. شوف اوكي اوكي بديت تتكلم عن اللاعبين. انا هذا اللي اسال عنه يعني. مثلا اعطيك مثال الهلال كارلو كويلار فييتو غوميز جيانج جابوا بطولات لما جت الفتره فتره الصيف قالوا لهم شكرا توكلوا على الله جبتوا اللي ما جبتوه بس مع السلامه المرحله غير. في الاتحاد كل الاتحاديين استغربوا انه ما حد سوى كذا. ولما نقول الاعلاميين تكلموا من اللاعبين يتغيرون والله نشوف المدرب ايش يقول. ابو جود انا اديني اول بس ما يبدا اعلان انه الفتره الشتويه جت وانا اول واحد حقول شيلوا الكل.